السلام عليكم اخوتي. دابا واحد 3 ايام ويا نايضه واحد ضجه اعلانيه على واحد العائله مغربيه ما خلصتش على ولدها المانسا يعني في داك الماكله في المدرسه. وعيب حشومه. هذا هو ليبيزوديو الثاني اللي كيوقع ما لحقاش 3 شهور ديال الفرق ما بيناتهم. ديما عائله مغربيه باركه من هذه الهدفه وهذا الجوع وهذا تفاري لا فيتيما وسطالين. عيب حشومه كطيح بولدك وطيح بينا حنا المغاربه كاملين. تصور تدخل لاعب ديال بروميال سيري ديال الطاليان ما عرفت منين داك كاندريفا باش يخلص عليهم. الله تحشومه بالله. قالك لا حقا ما خدامش هادي شحال ماشي هنا في الطاليان ما كاينش مبرر وما كاينش ما نقبلش اي نوع ديال التبرير لهاد المساله هادي. نصوم انا ونوكل ولدي. الا كنتي راجل صوم انت صوم انت ما تغداش. ماشي تشي تعد قزار توزع الكتاف وتوزع المال ودير الكاميله ودير فيها البطاطا وخيزو تغلق تخشي في وجهك وولدك في المدرسه ما تخلص عليه جوج اورو ديال المانسا ما عرفت 40 اورو ولا 50 قاعد بارك كونوا كرامتكم راكم طيحتوا بينا وشفيتوا فينا اللي يسوى واللي ما يسواش. تصور ديك النهار دخلت على الحدود عرفت من رومانيه ولا منين قالت لي انتم المغاربه كتجيو هنا للطاليان. دخلت ليا في الصفحه قالت لي كتجي هنايا قالت لي انا ما كنبريتنديش لا مانسا كنخلص على ولادي. حشومه عليكم والله تعيب كلشي كيهضر علينا. وهذه هي المره الثانيه كيما عرفت 100 دوله هنا ديال الاجانب في الطاليان غير المغاربه اللي كيديروا هذه المساله. بارك من البوهيف كونوا بكرامتكم كون بكرامتك وعصوم توكل ولدك. انا راه عيب تبقاو يشتموا فينا في طريقه الشميت هادو والله تحشومه والله تعيب بالله. صحيح انا طلع لي الدم طلع لينا الدم وحنا المغاربه كاملين كاعين على هذه المساله وديما كتوقع غير للمغاربه. حيدوا منكم هاد بوهيوف ولا بغيتي تعيش في الطاليان عيش بكرامتك وكون معزز مكرم وجوع توكل ولدك ولا قود بحالك تاع كاع عسير عطينا اتساع. حشومه كتشمتوا فينا قدام العديان حشومه وعيب وعار من الجوع وهاد التفاري لا فيتيما باش تدبر على راسك بهاد الطريقه بولادك. فوت ولدك وسير عوم بحرك باش تعيش. اما الاطفال الصغار كيتحترموا ما عرفت 40 اورو ولا 50 دير هاد المانسا اللي كياكل فيها هاد الولد. وزيدون طاليان ملي كيزاد عندك ولد ولا بنت كيساعدوك كيعطيوك 160 اورو للشهر ديال البونص بيبي وكاينه كارت اكويست فيها 80 اورو كل شهرين. يعني كاين واحد نوعا ما من المعاونه للاطفال. ما كتخلصش الدوام اللي كتمشي دير لي فيزيتك عندك حق في التغطيه الصحيه عندك كل شيء. ودابا شنو 30 اورو ولا 40 غلباتك لعنات الله وعليكم من الجوع هذا وهاد القاعده اللي فيكم الناقصي الكرامه. كتطيحوا ببلادكم وكتطيحوا بولاد بلادكم وكتطيحوا بالشعب ديالنا وكتطيحوا بالدرابو ديالنا احنا المغاربه هنا في الطاليان. عيب والله تعيب عليكم. انا طلع لي الدم بزاف لان هاد المساله ما نتقبلهاش. صوم انت ومرتك وعيش ولدك ولا بنتك في المدرسه. الولد خاصو يبقى الاباري مع الطاليان ماشي ما عندوش باش يتغدى ولا ما عندوش ماشي ياكل ما لابسش مزيان ولا مكرفص. انا كنشوف الناس عندهم فلوس وليداتهم كيمشيو مكرفصين للمدرسه. علاش ما داك الولد ما تهلاش فيه وتلبسو مزيان كما ينبغي ويمشي لابس بحاله بحال الطاليان وحسن من الطاليان. علاش علاش كطيحوا بينا؟ علاش؟ علاش ديما حنايا نبقاو ديما حنايا عايشين السمعه ديالنا ديما تحت الصباط في طريقة الجيعانين هادو قلال الكرامة اللي كتلقاه هو كيجمع في الفلوس يجمع في الفلوس يجمع في الفلوس وولده ما يقدرش يخلص عليه المانسا. ولدي ياكل بحاله بحال الطاليان، ولدي يعيش بحاله بحال الطاليان ويعيش أحسن من الطاليان وشي حوايج اللي ما قدرش عليهم أنا نوفرهم لولدي. وهذا هو الراجل. وراك من قلة الكرامة والذل والعار اللي كتعيشونا حنايا فيه والسمعة ديالنا حاطينا في الراديلة وفي الحديد في طريقكم نتوما. والله تعيب. أنا كعيت وما عجبنيش الحال ما قمتو حتى 3 شهور دار واحد المغربي اخر ودابا دار مغربي اخر عاوتاني نفس الاسطوار. حشومة عليكم وعيبة عليكم الطلابة يا الناقصي الكرامة اللي ما عمركم تكونوا بعزكم لأن العز ما فيكمش من الداخل. تفو ما عرفش انا مين تسلطتوا علينا حنايا المغاربه. حشومه وعيب 40 اورو ولا ما عرفتش 50 اورو دايره ماسيمو هاد المانسا هادي ديال الاطفال. علاش ما نخلصش على ولدي وعلاش ما نخليش ولدي رافع راسو وسط صحابو رافع راسو في المدرسه ولا كان شي مشكل نكون حاضر مالو اشنو وقع كيفاش ولو يكون جوعي في كرشي وعنايتي جوعي في كرشي وعنايتي في راسي. علاش علاش ما تتعنوش؟ علاش ما تكونوش فيكم العنايه؟ علاش علاش كتكونوا رخاص؟ علاش كتقبلوا الذل هذا؟ حشومه عليكم. وشي واحد يقول لي لا راه ما خدامش ما كاينش ما خدامش في الطاليان.
نسى عليا هذا الموضوع هذا، كيديروا لي فيتيما بالعاني ولا فانوبوزيتا باش ياخذوا معاونات وياخذوا مساعدات وكيطلبوا. هذا الشيء اللي كاين، ما تقولش ليا مازال في المغرب ولا في افريقيا ولا شي دوله اخرى نقدر اوكي نتفاهم معاك. هنا في الطاليان كيديروها خدمه ودايرينها حرفه ولعنه الله وعليهم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى، والله غالب.